طيب نرجع ونكمل معاكم الكلام وفقراتنا في صباح الخير يا مصر. النهارده ذكرى رحيل فنان صاحب وجه طفولي وضحكه مش ممكن تتنسي ابدا اعتقد يا بسنت. يعني مين فينا ما يفتكرش في انا يعني زي بابا بالظبط في الشده شديد وفي القوه قوي قوي وانا واكله كرومبو ممكن ابهدلك ويعني غيرها من الافيهات. هو الفنان علاء ولي الدين رحمه الله عليه. الله يرحمه. اعتقد هو يعني فنان انا شايف اللي هو يعني كوميديان في حته ثانيه استثنائي ولو كان الله يرحمه موجود وسطنا النهارده اعتقد كانت ايرادات افلامه كلها ممكن تدخل يعني تحقق ارقام تدخل موسوعه جينيس. احمد انت عارف انا دخلت انا واهلي فيلم الناظر كم مره؟ الناظر عبود على الحدود كم مره؟ الناظر انا دخلته 4 مرات في السينما من كتر ما الفيلم ده وعندك كان وعندك استعداد تتفرج عليه تاني وتتحكي ولسه لغايه النهارده بتفرج عليه. بس انا صحيح. عمري ما هنسى ان انا دخلت فيلم الناظر انا واهلي 4 مرات من كتر ما الفيلم ده كان استثنائي. كل افلامه الحقيقه اعتقد يعني من ضمن الادوار الاولى ليه اللي ابتدى يلمع فيها الارهاب والكباب. طبعا طبعا. بس خليني اقول لك كمان الناظر ان هو بينه بممثل قادر يعمل كل الادوار يعني جواهر زي ما انت قلت خيطه عديله بخيطه عديله مثل كتير قوي افلام في الحقيقه كان فعلا استثنائي زي ما انت قلت. واعتقد انه يعني طبعا الله يرحمه بس هو لو كان معانا كان اكيد الفنان عمل لنا افلام القدير علاء ولي الدين. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع ونكمل معاكم الكلام. في مثل هذا اليوم رحل فنان صاحب وجه طفولي وضحكة لا تنسى. قدم أدواراً تركت علامة في عالم الكوميديا رغم عمره الفني القصير. هو الفنان علاء ولي الدين. ولد علاء ولي الدين بمحافظة المنيا مركز بني مزار قرية الجندية، وكان جده الشيخ سيد ولي الدين مؤسس مدرسة في القرية أنشأها بالكامل على نفقته الخاصة، وظلت تعمل لأعوام إلى أن انتقلت إلى الجهات الحكومية. الفسحة مش للعب ولا الله، فسحة للتأمل، تأمل في العلم، في المستقبل، في كانتين المدرسة اللي محدش بيهوب ناحيته مع ان الطعمية تجنن وسخنة وبسمسم والفول بالزيت الحار. تخرج من مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية وبرز من خلال أدواره في أفلام الزعيم عادل إمام منها الإرهاب والكباب، المنسي، والنوم في العسل. الموت من فوق السطوح حرام، لكن الموت مع حضرتك حلال، موت شرعي. موت إيه يا سيد؟ أنت هتفاول علينا ليه؟ الله، أنت خايف ليه؟ ده البنادق الآلي والرشاشات الموت بتاعهم موت حلو وسريع. تحب أموت معاكم؟ ولا ارمي نفسي من هنا واخلص؟ لا خليك معانا عشان نموت جماعه. ميرسي خالص، ميرسي جدا، متشكر. عقب فيلم اسماعيليه رايح جاي وانطلاق ما اطلق عليه النقاد سينما الشباب، كان علاء ولي الدين في مقدمه الاسماء المرشحه لبطوله الموجه الجديده من الافلام. كانت انطلاقته الحقيقيه من خلال فيلم عبود على الحدود، تلاه فيلم الناظر، ثم ابن عز الذي يعتبر اخر افلامه التي تم عرضها للجمهور. تليفون علشانك، ما تبقاش تدي نمرتي لاصحابك، فاهم؟ ساهم علاء ولي الدين في ظهور عدد من نجوم الساحة الفنية الحاليين أمثال أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، ومحمد سعد. فشخصية الليمبي كانت أول ظهور لها في فيلم الناظر، وبعدها انطلق محمد سعد بنفس الشخصية وأصبح نجم شباك. بص، أنا عندي فكرة حلوة قوي. أنا هنده عليك. أبوك هيرد، يبقى هو ده البيت، تطلع. طب وبعد ما اطلع هتنت عليا؟ ها لو رديت عليك اطلع. صح صح، سهله. طب يلا. شارك علاء ولي الدين عبر مشواره القصير في 23 فيلما بادوار ثانويه، وقدم 3 مسرحيات كبطل مطلق، وفي التلفزيون تالق في 9 اعمال دراميه منها الدنيا حظوظ، علي الزيبق، وانت عامل ايه. لم يمهل القدر علاء ولي الدين لاستكمال تصوير آخر أفلامه السينمائية عربي تعريفة، ليرحل مشيعاً بحب الملايين. يعني من ضمن إفيهات والله يرحمه ممكن نقعد 50 دقيقة حداد على روح بابا.
انت عارف كمان ان علاء ولي الدين من عيله فنيه جدا، يعني اخوه كان معانا هنا في التلفزيون في الوسط الفني، وباباه كان ممثل كمان، مثل في مسرحيه شاهد ما شافش حاجه دور الشاويش حسين، يعني هو فنان ابن فنان، وجده كمان كان ناظر مدرسه، فالحقيقه هو من عيله كبيره. فاكره لما كان بيقول لما كان مع احمد حلمي صيعني يا عاطف، صيعني يا عاطف، وهو ساهم في الحقيقه في ظهور عدد كبير، يعني احمد حلمي، كريم عبد العزيز، محمد سعد، نجوم كتير من الكوميديا اللي احنا شايفينهم النهارده، هو ساهم في ظهورهم، وهو مات عن سن 39 سنه ومات في حياه صغير جدا يعني. واعتقد كان في عمل فني المفروض اللي هو كان يعني بيقوم بيه، او ابن فيلم عز. ابن عز، وكان في فيلم كمان هو كان العربي تعريفه كان بيعد ليه يعني، وكان المفروض اللي هو خلاص هيطلع للنور يعني، كان بيصوره يعني. بالمناسبه علاء ولي الدين يعني ربنا يجعل الخير اللي هو كان بيعمله في ميزان حسناته يا رب، لان هو كان شخص خير جدا جدا جدا، ويمكن كان الناس اللي بتربطهم بيه علاقه قويه في الوسط الفني. بنتكلم على محمد هنيدي طبعا اللي عمل معاه يعني افلام ناجحه جدا، وعلاء مرسي يعني رحم الله الفنان القدير الكبير اللي بالنسبه لي انا شخصيا من اكبر كوميديانات اللي ممكن عدوا على تاريخ السينما المصريه، علاء ولي الدين.